ومات ملي تولي تما. اذا سي زكريا، اذا الامن الشعبي في خدمه الجهه وفي خدمه المنطقه. واش اذا كان لديكم مشروع وتتجهون لتمويلات بنكيه مناسبه يقدم لكم البنك الشعبي عار الشعبي انطلاق، وهو برنامج للتمويل يوفر احتياجيات الاستثمار والتسيير وفق شروط تفضيليه ويشجع للمقاولات والاشخاص الذاتيين او المعنويين خاضعين للقانون المغربي والمستوفين لشروط الاستفاده، ويصل التمويل البنكي الى حدود 1.120 مليون سنتيم. اذا دايتير برنامج انطلاق دايس يلبي يعني الحاجيات الاستثمار شي يجن راه مشروع يقصد يصبر شان ماشينير يقصد يصبر شان موطور شان حاجه خاصه العلاقه هذه يجن الاستثمار شيء تسيير وكذلك شو هو التسيير بمعنى انه راس لافيره تخدم ماشي يعزو السيارة. بعض الحاجيات راس العلاقه هذه السيارة مازال خدت خدامات مازال غيخد يمكن الكازوار مازال خدت شي حاجه حاجه تزيد السويه الحركه حاجه تزيد السويه على الحركه خلاص تقرود التسيير. اذا البرنامج بالنسبه تسمى الحاجيات تتلبى الحاجيات الاستثمار الحاجيات نتسير شروط تفضيليه راس تيد ناس اللي ما يديروها. بالنسبه لجي نقطه 120 مليون باش تسلم الى البرنامج انطلاقا من مسقال انطلاقا ما يزيد تعاوني ودان للديماراج يعني الشباب حاملين المشاريع المقاولات الى اخره في نيات الديمارات تسمى غادي تيجو فوز وش اسمت انطلاقا يعني انطلق مره دايس 120 مليون سنتيم. زين السي زكريا بالنسبه للشروط التفضيليه لسعة الفائده يعني لانتيريور شحال اسم لانتيريور لسعة الفائده محدده 2% دون احتساب الرسوم 1.75 دون احتساب الرسوم عندما يكون مشروعا يقع في منطقه قرويه لان تيمين خدم الدوله اذا يعني الاثنين للمجال الحضاري غير المجال القروي المشاريع يعني تقدم المجال الحضاري اذن دينت يعني فين قال المجال الحضاري يعني وزاره الداخليه تحدد المجال الحضاري تحدد مجال الحضاري البلديات مجال الجامعات القرويه الى اخره. اذا كون نيجي تلقى مشروع ديال المجال الحضاري يستفاد سجل تاع الفائده 2%، ونيجي تلقى مشروع ديال المجال القروي يستفاد 1.75 في اطار تشجيع تسمى العنايه المغربيه للعالم القروي وبغيت نشجع راني هنا وبغيت يمكن الانشطه المديره للداخل لقينا سن 1.75 وكاين الدوله في صندوق الدوله المركزيه في ديال بيت السنه خدم من زيت ديال المجال الحضاري صندوق انطلاقه ديال المجال القروي على صندوق انطلاق المستثمر القروي. بالنسبه لاجا نقطه مهمه وقت اللي تدير برنامجها خميتي تاس بنادم هذيك الشيء كريدي ديال البنكه يتخدص مصاريف الملف تسمى خدمه البنادم الشيء الخدام داوينات الى اخره تما عليه تلقى مصاريف الملف ولكن في اطار برنامجها مصاريف الملف زيرو يعني معفات يعني حتى من بين يعني بالاضافه الى سعر الفائده من الجهه مخفض سعر الفائده يسمى ناقص يديني عاوتاني حتى مصاري الملف باطل يعني الشيء في اطار نتساهم في اطار التنميه البلد الوطن النقد حتى البنكه تكباطر خدمه مني يعني بين فني السجادي تخدميت يعني باطل وما تحس بوالو في الزبون. بالنسبه للنقطه الثانيه ترتبط تسمى الضمانات بالمشروع بمعنى انه الا ملي جا ديال المشروع يكسي الضمان واخا الحق في اطار البرنامج يكسي شي حاجه الاسنويه باش نحاش نصفاح باش نحاش في المغرب اذا الا ملي جا ديال المشروع يقدر تركز. للاستفاده من هذا العرض يجب عليكم على الاقل استيفاء الشروط التاليه الخيارات في نظام المقاولات التي توفر على صفه المقاولات الاخرى بما في ذلك التجاره الحرفيه ومارس مهنه حره. ذلك سوى في النقطة يعني الفئات المستهدفة أو الفئات المستفيدة من إطار برنامج انطلاق. جميع الفئات بدون استثناء. يجي مثلا المقاول الذاتي، يجي مثلا غادي يجي نشاط تجاري معين ما يزيدش تصور 8 بصفة عامة وخاصة القطاع المهني قطاع السمحي ولكن راهم يخدموهم راهم فاميليالهم راهم كذا يعني يكون حتى الفائدة تعمم يعني. أولا يجي مثلا وغاس حتى غاس نشاط تجاري وغاس وجن ستاتي جوريديك يعني وغاس وجن بالقانون. إذا مين خدم الشين البنك تكلف تسجل لنظام المقاولة الذاتية سجل كيجي النظام قارس نظام المقاولة الذاتية نعد راس تسمى مانيجان يعني شواغا يسمى لي استفد يجي المال هذا حرفية يسمى لي استفد يجمع تصنيعي يسمى لي استفد يجمع مقاولة صغيرة زعما جدا زعما تستفد مقاولة صغيرة تستفد. إذا جميع الفئات المالية باستثناء اثنين باستثناء المشروع هو الإنعاش العقاري والصيد في أعالي البحار بدون يعني باستثناء قطاعين الصيد في أعالي البحار لأن
تحتاج امكانيات تتم قرانين مثلا عاود انعاش عقاري لان مشاريع عقاريه تحتاج راس مال غرام قران والمشروع اهدافه يتسمى هو دعم تسمى 120 مليون انطلاقه الى المستثمر من اطار البرنامج وهذا لا يعني انه هو غاصب هشام حاشا البرامج غاصب برامج خاصه بهم تسمى مع صندوق الضمان المركزي ولكن وقت يتفلبو ديال البرنامج انطلاق. بالنسبه للمعاولات يقل او يساوي 10 مليون درهم غنيتير يعني ما غاديش زياده تاخذ السوا بسعر الفائده مصارف الملف المجانيه الى اخره ولكن دين شروط الاستفاده ماشي اي مقاوله زعما تستفيد بين الشروط يخسر هذه ديري ويتحتاج مليار سنتيم في عام يعني المقاوله النيق يحتاج النيق للحرف الصناعي الفئه المستفيد يخسر ديري ويتشي في الضفير ديال الموفمون يعني ديال الروج النسب يدير حساب ليك تاع زير مليار سنتيم دي عام 10 مليون درهم سنويا يعني زي سواد يعني قلت كنزي 10 مليون درهم سنش والتفنشا في اطار البرنامج وكذا غاصب برامج اخرى يعني المقاوله في طور الانشاء او افضليه اقل من او تساوي 5 سنوات او المقاوله العامه في قطاع التصدير صوب افريقيا اذا دانيتير يتحدد حتى المشروع اللي غيستافد يقارف ليها من 10 مليون سواد يقارف دانيتير يخسر انت المقاوله المين اللي هي المقاوله الذاتيه الصناعي مش ملكة يخسر واحد سيتي لبوك تاع زي 5 سنين دير زكوامي توخ زكوامي توخ المقاوله من المؤسسه يعني يخسر واحد سيتي لبوك تاع زي 5 سنين ما يميل ان زي 5 سنين انت شاس فوز تعرف هني قرانين تسمى وغاس ديجا تجربه غاس كذا مستثنى من طرف من في اطار البرنامج ثانيا تني تصدر الافريقيه مع الشروط اللي كتصدر الافريقيه معفيه السيكس مش هاد الشيء اللي كتطلب غرابش في اداره التصدير الانفتاح ديال وطن افريقيا كسوق تسمى يعني الجديد الى اخره باش نشجع عاوتاني المقاوله المغربيه جميع مناوليها صناعيه تجاريه خدماتيه توجه نحو افريقيا المقاولات معفيين ذي الشروطين يعني في نيجت كاين على الاقل 20% مالا تكرا 20% ديال الروج الشيء في الضفير تاع افريقيا معفيه ومالا شي شركه عاد ديال الاسس الجديد توالا حسب عن كونترا تاع افريقيا توالا غتكرا 10% من افريقيا غتصدر غا افريقيا مثلا اللي تسمى غا افريقيا نيشان خدمات معينه غا افريقيا الى اخره مالا توالا غتكرا غادي افتراضيا تكرا 10% ديال عامليه من حقها غتستافد في اطار البرنامج فلا ما خاص تفقد اي شرط من الشروط اللي توالا بالنسبه اخو باش قال دايج ايجن كريتي المغني كواليتي مهم جدا في الوقت السلم ستار تي بي او ايجن واليتي ديجن القرض 5 مليون واليتي يني اومنتيش ايجن القرض استثماري ما راهو يعدي 30 مليون سنتيم ايجن القرض استثماري مثلا في تشان نهاري نيشان نجد اكثر شي مقاوله في التارج كريدي استثماري قلت 30 مليون غاس الحق ايجن كريدي المغني قال ستار تي بي او يتوق 20% زي القيمه اللي اكتا زي زعما وصل مثلا مثلا نيوز ديال السيد التاج حق الاستثمار اللي سقشو ماشينه اللي سقشو موطا غاروت الى اخره 10 مليون غاس 10 مليون اللي تدي 20% زي 10 مليون اتيكسيون ديال نوع قرض تسهيل نوع القرض يتوق 5 مليون تسمى ماكسيموم 5 مليون ما يمي والدي باقي زيرو ديال ولا يسمو الضمانات المغنية من غير الضمانات نيكسي ديجا للمشروع ديال الاستثماري هذا عاود باش نفهم مليح بنادم اللي كاين يكسي ويجي مع وسط الاستثمار ديكس ويعدي 30 مليون راس الحق غادي يكسي 20% زين العدد اللي مع وسط نيكسي تيكسي برا لي زاتيري يعني تيكسي 0% ولا يسمى صارف اللي في زيرو ولا يسمو الضمانات الضمانات هو انه مادام كاين الثقه انه شاس 30 مليون نير السنيده سيدني معقول السنيده المقاوله اللي معقوله خدص من كذا الثقه يمو نعم هي اسمها زي خسوية الحركه طور 5 مليون بدون فائده وبدون ضمانات وبدون مصارف البنف في اطار المشروع ودائما باش نلقى شي علاقه بالمؤسسه كلينس علاقه ثقه بالتالي ماري اللي شماوس يعني دين ثقه على مف يعني من وضعت الثقه يعني استنحتاج لي تاع والدي صيغه تسديدون تاد والدي ايش نقطه دايس 5 مليون باش تسلم وصاوب لي ولا ماشي لدي ديت ناري فما عليت الناس ماشي كل شهر يخطبوه في شهر يخطبوه في شهر فما عليت الناس تاع المغتي راهو 5 سنين مرمي ما خص مع المغتي دخلي نكزي شي 5 مليون نشاو الناس راه خشي تقدر مشروع 30 مليون انفستيسمون استثمار في الماشينات تبغى تلقى تشد حاجه
ولا مازال تستخدم نفس السياره الحركه ماشي حاجه السياره تختار مليون نيتي شاش 5 مليون بعد 5 سنين من جرب الباسلاريتي عليك تخعل من هذا تبغى تجرب 5 سنين خصتي تعرف تمون خصتي تفارق تمام خصتي تعرف قبل تعرف ولا سبا فيناليتي يعني واحد ما باش شن تعطي مثلا شي حاجه يعني يعني مرمي بنفس مثلا ار 5 سنين وانا تي سيتان سيتان بري دولار تسمى نجي نقرض شعره في والديا شي مؤسسه ما الزملاء الزملاء المستفيدين بالنسبه للمرخص التمويل ما خصنيش سيور بالنسبه للمرخص التمويل راخ الشعبيه انطلاق انفيست راخ الشعبيه انطلاق استغلال راخ الشعبيه انطلاق تسريبات الشعبيه انطلاق انفيست نمشي انفيست او الاستثمار يعني الشعبيه انطلاق الاستثمار وغيستخدم تسمى راس محميه تمويل مصارف الاستثمار المتعلقه بمشاريع الانشاء والتوسيع شراء المحل المعدات الادوات المهنيه الزراعيه الثابته منها والمتحركه في حالتها الجديده او المستعمله اصل تجاري خساره تقاش تمويل كل هذه الصغار الاستثماريه مثلا في اطار انطلاق يعني في اطار انطلاق زعما ما يسقش المحل اذا ما يسقش الماشينات اذا ما غادي يسقش الادوات الزراعيه اللي مش مجيت نعم واخا مثلا انت وقت عرب مثلا واخا مثلا شكرا سي بوزيدير بالنسبه مثلا الجنر هذا الشيء زعما الصيد تسمى صيد تقليدي مثلا نموذج صيد تقليدي راه مثلا صقع الربط الجنر صقع الربط السنين اللي صقع الربط توي راه صقع الربط من توي توي بنادم بعدا توي راك الشوط لي بوليستير تسمى هكذا توي موطوا غاس ترشا غاس لي زاكسيسوار تسمى تنتي المقاولة مثلا المقاولة تاع الرابوت تاع الرابوت في مثلا حدا جمو طاه يا ما غاليش شي حاجه شحال تجمو طاه 2 مليون تروح تسد الاستثمار مثلا خصك تسد الموطوع ترشا ملايا قوانتي مشروع استثماري اذا خصك تسد الموطوع مادام لسه خاص ماتريال لسه خاص ماشينا لسه خاص موطوع اذا الاستاذ في اطار في اطار برنامج الانطلاق يعني ولدي شيء مثلا بسيط نفس الشيء ينطبق هو فوق خميشه صقر مغرب ويا مقرا نفس الشيء سموطور نفس الشيء مره اللي جات تسمى استثماري وما يقانش شي حاجه استثماري اي شي حاجه تمت نصا وتدخل 8 تاع الطاو ديك العروض ولا بس تاع الطاو يعني تكتص لي ولا يعني تكتص لي الشركه فمما معروف مثلا انا نعاود نعالج المهمه ويجي لي غير مو الملل اذا كيف تفاليتي حتى شي مثلا فار مثلا شن شن محل معين شن حاجه اي حاجه اي حاجه شراء المحل معده الادوات مهره ملايين مستعمله الاصل التجاري صار تقمر سواء بصفه عامه ولكن خصص لي مثال هنا قطاع الصيد المحلي ولكن السنين اللي كنيو غاو مذهوم غاو طاول غوم غاو كذا الانسان يمكن راسي لمشاريع اخرى مانتيك ماشي الصيد المحلي واش نصور بصفه تسمى عامه ولكن مش هنا مثال هنا الربط ينطبق قطاع الصيد المحلي الاستثمار الذي هو المعدات الجديده و 50% من المعدات المستعمله هذه النقطه تنستند في السواها خمين صافيش الحاجه الجديد اذا دا الناس قالت موال يتسمى تسمى تمول 90% مالا نستغيش الحاجه تقديم شي نجي نلبس شوفا بيون مثلا اكسيس المال اللي غير الاخرين تقديم تمول البنك تاع 50% باش نجي معلومه بسيطه باش تسنوا باش اللي يسمى لك السعر الجديد خلاص يجي النسبه تمول مالا يسرح حاجه تبانش خلاص يجي النسبه المغربيه طبعا عندهم الصفه المطلوبه واخا بالنسبه للتسديد مثلا مشروع انطلاق انفيست اللي في اجل النسبة ماشي غير بلا ما تخدص ماشي غير بلا ما تخدص ثانيتي على حساب انت على حساب شحال هذه السدف بريت ولا انت هذه السي اس ال كل شهر 8 اذا ما غير تخدص كل شهر اذا كان شي بس اللي تخدص كل شهر بريت ولا انت باللي 8 اللي تاعك كل شهر يخلق شي نقول لك كل شهر بريت ولا باللي كل شهر اذا شي بالنسبه للمؤسسه رابط الغزال بنت مني المداخل المسم شحال السلف الغزال دارس كيس مليح على حسب ما مين باش انت من الجايح باش انت حتى مني يتسمى ما انت الشهر وصلني يخص ديالي اريز الجايح اخي خدت باش يتسمى الشهر ديال الزيار باش نحاول ندير مزيان دارس كيس مليح من هنا حتى ديال البدايه الناس حتى ديال البدايه الناس اللي هو باش تسقى القرضه يتوضر 7 سنين القرضه الاستثمار